السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده هنشوف برنامج لذيذ تديله اي صورة هو يحولها لك لشكل كرتوني. طبعا في بعض البارامترز او بعض الخصائص تقول له فوتو وتبدأ تختار اي صورة وليكن مثلا صورة زي دي، صورة طبيعية خالص، تمام. هو بيبدأ يحولها لشكل كرتوني بالشكل دوت. طبعا تقدر تلعب في الخصائص بالشكل دوت. هنا مثلا هتبدأ تزود درجة التفاصيل اللي عايزها بشكل بسيط خالص ولا عايزها تدخل في تفاصيل اكتر وهكذا. ده الاوتلاين بتاعك، ده الكلر، عايز تزود الكلر ولا عايز تخليها لونين بس بالشكل دوت كأنها مرسومة بخط الايد. ممكن تعمل اديت للاوتلاين وتشوف انت عايز مثلا تنسخ بعض الحاجات. ممكن تيجي هنا تختار الستايل اللي انت عايزه، سوليد ولا بشكل دوت ولا كامباس، ولا عندك اشكال كتيرة تقدر تختار من بينهم الحاجة اللي انت عايز تسيفها، وفي الاخر تقدر تسيف الصورة بتاعتك. تمام، بتختار الويتس والهاي بتاعك الجي بي جي وتقول له سيف، يروح مسيفها لك وممكن تشيرها اونلاين.